السلام عليكم متابعينا الكرام، الأول والأفضل والأكمل كريزي كاركير. اليوم بكريزي كاركير رح نتحدث عن أصغر ماكينة بوليش على مستوى العالم موجودة بكريزي كاركير. تعال يا جنجا. طبعا مدري موضح معكم على الفيديو أخواني وأخواتي، هذا الكشاف الحجم الخاص به الصغير جدا يحتاج إلى ماكينة خاصة لإجراء عمليات البوليش والتنظيف، والله الحمد بكريزي كاركير يوجد لدينا أصغر ماكينة بوليش على مستوى العالم موجودة بكريزي كاركير للعناية بمركبتكم. مع كريزي كاركير لا تخشى شيئا.